السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف صحة وخير. طبعا فاكرين السردين اللي انا بلحته معاكم النهاردة؟ بقاله اسبوعين بالظبط فتحت عليه، قلت لازم اوريه لكم. بصوا عامل ازاي. بصوا احنا مملحينه من غير مية خالص، زي ما قلت لكم الملح هينزل ميته. ما شاء الله ريحته جميلة، وهوريه لكم بصوا من جوه شكله ايه. احسن طبعا من اللي هتجيبيه من بره، انت عاملاه بايدك. هفتح واحده معاكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا لحمته جميله ازاي، مش مهري ولا حاجه، ولحمته من جوه حمرا وجميله. يا رب تجربوه، صدقوني ريحته جميله جدا. وبصوا هو بيتكلم عن نفسه. هفتح لكم واحده تانية من العلبه اهو، ما شاء الله. بصوا هو اتخلل في المية اللي نزلت منه، ولونه طبعا جميل جدا بسبب معلقة الكركم اللي احنا حطيناها مع الشطة. بصوا كأنكم جايبينه جاهز بالظبط من احسن واحد فسخين. يعني هروح انا هنضف اللي في الطبق ده، وهرجع لك تاني اوريكي تخليه ازاي من الشوك اللي فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. انا رجعت لكم تاني يا حبايبي. بصوا نضفت جزء من السردين بتاعي، الباقي هو في العلبه. بصوا سردين مخلي ما فيهوش اي شوك. هوريكي تعمليه ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرت طبق فاضي اهو، هطلع عليه السردين اللي انا عايزه انضفه. هبدا امسك السمكه كده من ديلها، وهاجي عكس القشور بتاعه الظهر، وهشيل اول حاجه القشور. وانا بشيل كده اول ناحيه، هاجي عند الراس وافصلها، واروح جايه قلبه السردينه واخده الظهر الناحيه الثانيه، واجي من عند اخر البطن وافتح ببوز السكينه اطلع كل اللي باقي في بطن السمكه. بصوا واروح جايه مسحها كده، شايله اي حاجه، اي ملح زياده، واشيل زعنفه الظهر، وهاجي من النص من عند السلسله وهفتحها اتنين كده، واروح جايه شايله السلسله بالديل. بصوا خلاص كده عندي السردينه بتاعتي نظيفه، ما فيهاش اي شوك ولا اي حاجه، زي السردين المخلي اللي انت بتجيبيه من بره بتدفعي فيه فلوس كتير. هنحطهم مع اخواتهم بقى، وهوريكي كمان واحده بسرعه كده. هتيجي من عند الراس وتفصلي، هتطلع ببطنها كلها وتنقلي الناحيه الثانيه وتشيلي السفة كله. وبرضو بصي من عند اخر البطن اهي، انا وريتها لك مرتين، سهل خالص ما فيهاش اي حاجه. الحاجات دي احنا من جوا متنظفه من بره، بندفعوا فيها فلوس زياده على الفاضي. كل حاجه نقدر نعملها بايدينا ان شاء الله. خلاص كده هبدا افتحها من عند البطن اهي، بطني نضفتها زي الفل، السردينه ما فيهاش اي حاجه قدامي. هتروحي جايه شايله السلسله من النص بالديل، وبقى عندك لحم السردين صافي خالص اهو. كان لازم اوريه لكم عشان مصداقيه القناه، وما تنسونيش بدعوه حلوه منكم كده لعل الله يستجيب لكم. وبكده يبقى السردين بتاعي مش فاضل له غير شويه زيت وعصره ليمون. انا بحب احط له رشه كمون ناعم ورشه شطه، بيبقى جميل قوي. وكده خلاص وصلنا لنهايه الفيديو بتاعنا. اكتبوا لي في التعليقات لو عجبكم ان شاء الله قناه وصفات ومنوعات كوكي. تنسوش تشتركوا وتعملوا لايك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.